هذه المادة تعتبر ضارة جدا بالأسماك وبالأجنة وبالبيئة، ولا أنصح بإضافتها أبدا أبدا على الطحين. تحذيرات أطلقتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من مادة البريميكس التي تضاف إلى الدقيق والذي يصنع منه الخبز الأبيض، واستدلت المنظمة بفيديو يشير إلى مخاطر هذه المادة على صحة الإنسان، لا سيما من خلال التأثير على البنكرياس مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري. هذه المادة الكيميائية اللي هي تسمى البريميكس اللي بيضيفوها على الطحين. الفيديو يوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما إن تولى الحكم منع الخبز الأبيض في تركيا، وأمر باستخدام خبز القمح الكامل أو الشعير، كما نجد أن الدول الإسكندنافية وعلى رأسها السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك لا تستخدم الخبز الأبيض منذ 30 سنة. ويعتبر الخبز الأبيض المنتشر في الجزائر قاتلاً باعتبار أن مادة أكسيد الكلورايد تتفاعل مع القمح وتنتج مادة الألوكسان التي تضرب سلسلة البنكرياس مما يتسبب في مرض السكري، كما أنها تؤدي إلى نقص المغنيسيوم بنسبة 98%، إضافة إلى العديد من الأخطار الأخرى ومنها أيضاً سرطان الثدي.